لو الحكاية فيها إن فيتو ضربة الأواف 100,000 جنيه تأمين لقطعة الأرض رفض سيادته وأنا بحثته الفلوس كلها مركزية وللآن سيادة ما بتولع سيادة بتنخلوا حد بتنخلوا حد سيادة على علم سيادة والدكتور زي المنصور موجود يا دكتور يا دكتور خان يا باشمهندس خان بعد اذن سيادتك عشان خاطرك الغايه بتولع احنا عشمانين في سعادتك يا دكتور انا اعتذر لسيادتك تاني وهاجي لسيادتك انا راجل ساعه جاي وبحب ايه حضرتك انت صريح ومتفق ولولا حب الناس فيك ما كنتش استمريت ما كانش كتير ما كانش ايه